بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من البيت الكبير. الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين النهاردة عندنا تفاصيل كتيرة جدا عايزين نتكلم فيها، ولكن في البداية أبدأ الحلقة بهذا بالإشادة. الحقيقة يعني بجد أعظم جمهور في الكون، وفاء جماهير النادي الأهلي العظيمة الحقيقة اللي كل يوم بتدي درس في معنى الانتماء والإخلاص والمساندة والدعم والمؤازرة الحقيقية حتى في أصعب الظروف والأوقات. الحقيقة أنا بقول الكلام ده بعد ما زي ما حضراتكم شايفين ده فيديو بسيط جدا، ولكن الحقيقة كانت أكتر من كده بكتير. حرص عدد كبير من جماهير النادي الأهلي على زيارة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق في المستشفى اللي موجود فيها. بالصدفة أنا كنت متواجد هناك الحقيقة النهاردة، استخبيت شوية على جنب عشان أشوف الحقيقة جمهور النادي الأهلي الحقيقة وعظمة هذا الجمهور وإخلاص هذا الجمهور. كان نفسهم الشباب اللي موجودين بعد ما خلصوا وقفت معاهم شوية كان نفسهم إن هم يطلعوا يسلموا على الأستاذ العمري، ولكن زي ما حضراتكم عارفين الحالة الصحية لا تسمح، يعني هو في غيبوبة وبالتالي لا يمكن زيارته ولا أحد بيزوره، حتى أهله وأقرب الأقربين محدش بيزوره حتى الآن، ولكن رسائل إخلاص للكيان، فإخلاص لاسم رجل عشقه ملايين الأهلوية زي ما حضراتكم شايفين. وبالتالي والله الواحد ما بقاش يخاف على نفسه، يعني الحمد لله والشكر لله ان احنا عندنا جمهور بهذا الشكل، جمهور واعي، جمهور بيحب الناس اللي بيبقى عارف ان هي بتخدم النادي الأهلي عشان بتحب النادي الأهلي فقط مش عشان اي حاجة اخرى. الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وواحد من أكثر الناس المخلصة لكيان النادي الأهلي في الرسالة اللي بيبعتها بعض من جمهور النادي الأهلي للجميع، احنا بنحبك يا عمري، هي دي هذه الرسالة اللي قالها لي معظم الشباب اللي واقفين وأنا واقف معاهم الحقيقة، قالوا لي احنا بنحب العمري فاروق بعيدا عن أي شيء، احنا بنحبه عشان هو مخلص للكيان، بنحبه عشان هو بيحب النادي الأهلي. وقلت لهم ادعوا له ان احنا ربنا يكرمنا وان شاء الله يقوم بألف سلامة. وبالمناسبة الشباب ده كله دخل سلم على الأستاذ خالد العمري أخو الأستاذ العمري فاروق اللي الحقيقة انهمر في بكاء شديد جدا جدا جدا. وبعد ما الشباب مشوا اللقطة معانا اهي، بعد ما الشباب مشوا الأستاذ خالد العمري يعني مش عايز أقول لحضراتكم كان متأثر بشدة وكان يعني بيعيط عياط شديد جدا جدا ويقول لي يعني قد ايه جمهور النادي الاهلي ده جمهور احنا بنحبه، ما كناش نعرف قد ايه جمهور الاهلي بيحب العمري فاروق الا دلوقتي عرفنا اكتر واكتر واكتر ان احنا عندنا جمهور دايما واقف في ظهرنا، جمهور وافي، جمهور بيعرف يقف في الازمات ازاي. كان هيفرق ايه مع الشويه دول ان هم ما يجوش؟ مفيش حاجه كانت هتفرق الحقيقه، ولكن هما كانوا مصرين وفضلوا واقفين مدة طويلة جدا. مجموعة الشباب اللي حضراتكم شايفينهم دول وقفوا فترة طويلة جدا جدا علشان عايزين يطلعوا ومصممين ان هم يطلعوا، لان احنا وقفنا معاهم وقلنا لهم يا جماعة احنا نفسنا ما بنروح ما حدش بيشوفه ما نعرفش نشوفه، وكان نفسهم يقعدوا يغنوا له ويعملوا له، ولكن طبعا احنا امام مستشفى وفي النهاية طلبناهم ان هم يعني يقللوا من الصوت شويه علشان احنا في الاخر في مستشفى، قالوا لي احنا عايزين نوصل هذه الرساله، احنا عارفين ان هو في غيبوبه ولكن هو ممكن جدا جدا ان هو يسمعنا، جمهور وافي، جمهور مخلص، عشان كده احنا دايما اي حاجه بنعملها بنبقى مبسوطين. والله العظيم ثلاثه يعني شكرا لكل جمهور النادي الاهلي، بشكركم جدا جدا، يعني بشكركم على لسان الاستاذ هشام العمري، الاستاذ خالد العمري، والد الاستاذ العمري فاروق، والده الاستاذ العمري فاروق اللي بيشكروكم جدا جدا جدا. الاستاذ العمري محتاج الدعاء، بضم صوتي لصوت جماهير الاهلاويه الكتيره جدا اللي بداوا ان هم يرسلوا رساله اعتزاز وفخر بوجود العمري فاروق، ان هو ان شاء الله هيبقى اقوى من الفتره وهيرجع بالأقوى من الفترة اللي فاتت، وهي بدأت اهي في مباراة ميدياما ثم انتهت او مش هتنتهي، هتفضل دائما المساندة موجودة خلال الفترات اللي جاية. شكرا يا جماهير النادي الأهلي، كل جماهير النادي الأهلي النهاردة من امام مستشفى اللي كان موجود او اللي مازال موجود فيها الأستاذ العمري فاروق، كلهم كانوا نفسهم يوصلوا الرسالة، اعتقد الرسالة وصلت. كتب الأستاذ هشام العمري إن هو
على صفحته على الفيسبوك، قال: يعجز اللسان عن شكر حضراتكم. يا رب يا عمرو يا حبيبي تقوم بالسلامة، يا رب وحشتنا كلنا، أقسم بالله. نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر له سقما. حبيت بس أبدأ بهذه اللقطة لأنه جماهير النادي الأهلي دايما 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 بتدي الدروس في الوفاء والإخلاص والأمل فيما هو قادم.